fucking with me, call up on a Uzi and show up and then they shut down. I've been fucking on some poppin' pills, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got the gas and they always be spoken like a rock star. مكانه في البطوله الافريقيه لبطوله بطولات الافريقيه خاصه فريق مازيمبي حامل لقب هذه البطوله من قبل مرتين في اخر نسخه فريق فيتا كلوب عن اللي لعبوا مباراه الذهاب باللون الابيض. مشاهدينا الكرام على بركه الله ننطلق واياكم من استاد وملعب الشهداء، ملعب يسع ل 80,000 للمدافع ولاعب الوسط ايدينغوي من الضربه الركنيه ينجح في الارتقاء وتسجيل اول اهداف اللقاء. 5 دقائق احتاجها فريق فيتا كلوب ليرد بدري بدري على تقدمه بهدف ويعلن انه قادر على التهديف والتسجيل. ضربة راس صعبة، مفيش حراسة للقائمين، لو في واحد بس واقف على القائم القريب وواحد واقف على القائم البعيد لازم يوجه بقى احمد جمعة، لازم يوجه، يعني اللي معاه الكرة هو يوجهه يلعب شمال ولا يمين. ادي الباص الامامي، شوف الكرة لما نزلت على الارض، شوف النطة، شوف النطة او روح التراجع. ادي الانطلاقة تاني، ملوكو، الملوكو اللعيب اللي نزل، بقول لحضراتكم هذا اللقاء ولم يشارك من تغلوهاش، اهو بدأوا يستغلوا نص الملعب اللي فضوه، شفتوا التكتيك اللي عملوه. وادي الباص امامي اوف سايد يا جماعه، فرقه كويسه. 2 ولا رقم 15 في قلب خط الدار. انطلاقه تاني من جديد، احذروهم راقبوهم، اوعى الهدف التاني باي شكل من الاشكال، ولا حد يقرب منه، واللي قرب هيتراوغ اهو. فرق البدن اللي ممكن يفرق فاول لصالح اسلام. ولد ضربه حره اسلام، الله 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 الله، ولكن ردة فعل رائعة. أحمد جمعة كان هيسجل، ولكن ردة فعل من حارس خلصان، نجيل صناعي خلصان. أدي الضربة الحرة الجميلة، سجل يا ولد. بص حضراتكم اللعبة الأولى أوف سايد ولا إيه؟ أدي اللعبة الأولى لغاية دلوقتي كوفي أوف سايد. صح أوف سايد. خسارة يا كوفي، فركة كعب. ولعب ايضا للترسانة ولعب للصقر اليمني. ادي الانطلاقة احمد شكري، تاني مقطوعة السكند بول بياخدها لعيبة النادي المصري. ادي الناحية العكسية على طول من جديد امامية، مفيش اوف سايد. الناحية العكسية على طول، جمعة فين، ولكن على طول الى ضربة ركنية تشاباني. جمعة غزو افريقيا، طوروا الجهد البدني والسرعات والقوة إلى تكتيك ومهارة على أعلى مستوى. تحضير تصويب، فيه عندهم مشاكل في تنظيم التسلل. تاني على طول انطلاق أحمد شكري، جامدة يا أبو حميد شوية، لكن المصري بيوصل وقادر. وإسلام عيسى لأحمد عبد الموجود، يا سلام يا أبو حميد، يعدي أحمد بعرض على طول، ولكن إنقاذ من الدفاع. أحمد شكري صوب يا ولد، راحت على يمينه، عايز لا يقدر، بس وانت بتفكر في التعادل احذر ان يجيبوا هدف. بص راحت على يمينه. 41% سيطرة المصري مقابل 59% سيطرة فيتا كلوب. مش عايزين تسلم عيسى على طول، احمد جمعة وتحركاته في نص الملعب على طول. فريد شوقي يغير اتجاه اللعب، لكن تغطية بلعيب والباقيين ما راحوش وراه، فخدوا راحتهم. خطر جدا، اوفسايد. برافو الحكم الميت. تاني المنطقة دي لازم الضغط يكون أقوى. أوه أحمد شكري، فاول، يبقى ادي إنذار يا راجل، ادي إنذار، صدر له كوعه. هم اللي عندهم إنذارات، لو خدوا إنذار يتوقفوا في مباراة الذهاب في النهائي. أدي الكرة العالية فوق، سهلة قوي عند حارس المرمى لو كونج. مع عماد المندوب مدرب حراس المرمى في نادي الزمالك، من الحراس المدربين التاريخيين. ادي انطلاق احمد جمعه، عايز ضربه جزاء يجيب الهدف، مش على السقوط يا ابو حميد، كان لازم التركيز، انت عملت اصعب حاجه. خلي بالك. برافو يا ولد، الله. قرر ان اللي يطلع هو احمد عبد الموجود. رموسة هو اللي بيلعب ستوبر، تغيير اماكن اللاعبين بعد دقيقه 35. وادي انطلاقه والعرضيه. برافو استلام بحركه. خلي بالك يا ولد. اقفل. الهدف الثاني لسه بقول لك، خلي بالك يا ولد. الهدف الثاني يسجل فيتا كلوب، هدف ثاني في مرمى النادي المصري لتصبح النتيجه 2-0.
2-0 عملوها كويس قوي، عملوها كويس قوي، وزعوا نفسهم كويس، تعاملوا مع خططهم كلهم، فتحوا عرض الملعب، قفلوا في العمق، تقدم رقم 3 شباني ما قدرش يتعامل معاه لا اسلام عيسى ولا محمد جابر، ثم القادم من الخلف للامام ادي اللي جاي لوحده تماما قويه جدا وصعب على احمد مسعد حارس المرمى يعمل لها اي حاجه. اقصى اليمين محمد شحاته شطه، ولكن الاستلام تطول تروح على ثمن الجميل، ادي الضربه الحره على طول اللحظات الاخيره، فرصه تصويبه، فرصه حد يلمس يا شباب، حد يلمس يا شباب، ولكن راحت ضاعت وصافرت نهايه احداث شوط اول، هدفين مقابل لا شيء، هدفين، واحد من ضربه راس من ضربه ركنيه والاخر من تصويبه، والهدفين بمعرفه ايدي ايمومو لاعب خط الوسط رقم، لازم تنتهي برصيد اهداف واحد للفريقين. الشوط الثاني باللون الاخضر والاسود فريق فيتا كلاب، والمصري باللون الابيض والاخضر الى اليسار، على بركه الله ننطلق وباذن الله 10 مليون جنيه، رقم كبير جدا اشتراه النادي المصري من نادي النصر، كان مع مدربه سيد عيد وقدم عروض محترمه. احمد شكري كراته الطويله بقى من احمد، اماميه على طول السكند بول، في عدد مهاجمين كتير، ضربه جزاء ولا ايه؟ فرصه كبيره في البعيده يا ولد، سكن لوحده تماما برضه هنا الولد السريع، لكن احمد مسعود طالع من مرماه، خلي بالك يا ابو حميد، خلي بالك يا احمد، فعلا الى ضربه المرمى قبل ان تبدا البطوله، ولكن خلاص عشمونا، ادي الانطلاقه اسلام عيسى ينطلق ويتقدم، فرصه يا ولد، فرصه يا ابو حميد، مش عارف هربت، راحت ضاعت، نطت الكوره من خطوته من جريته احمد جمعه، ولكن الدفاع في اللحظات الاخيره، نعم، ولا لعيب بيبخل باي نقطه عرق، مفيش لعيب بيبخل بنقطه عرق، ايوه بروح واي روح، فرصه هدف تقليص الفارق يا ولد، تاني على طول ضغط النادي المصري بالروح، رقم 2 جودي كاما جايب هدفين في البطوله، تاني في العمق هتخد، غطى، الحمد لله، قله خبره اللعبه اللي فاتت من محمد شحاته، كان لازم يطلع ويسيبه اوف سايد، كان لازم شحاته يطلع، بص يا جماعه، بص اللي رايح، بص رقم 6 راح غطى ازاي من المصري، كان لازم يسيبه هنا، كان لازم يسيبه ويخليه وقع في التسلل، المنطقه دي لازم اللي يدخل في العمق يكون حافظ وشايف احساس انك باك تدخل في العمق تكشف التسلل خطوه واحده فوق بس، خلاص بورسعيد بعرض الملعب احمد شكري، مش مطلوب يا ابو حميد، لا، الحمد لله، تاني على طول كوفي نزل سليم، والله لعب ليه اسلام عيسى بعيد عن اللعب ليه، ادي بعرض الملعب الوادي والحارس طلع غلط، فرصه مستمره، تاني الوادي يا ولد، انقاذ والدفاع في اللحظات الاخيره امتياز، احمد جمعه مره، الوادي مره، الحارس كان موجود في كل مره، الانقاذ في اللحظات الاخيره، اسلام عيسى بالعرضيه، صوب يا ولد، وقف عليها، يهدوك يا ولد، يا قلبك، تاني العرضيه من جديد، المصري يضغط وباصرار، تحدي اي تحدي، المصري يرفع شعار لن يكون احد ادي في هذا اللقاء، بالروح والدم، المصري هو الاب والام والخال والعم، المصري يمثل الكثير لجماهيره، لشعبه، لمواطنيه، لبورسعيد، لمنطقه القنابل. محمد عساف المطرب الجميل الفلسطيني، ادي الضربه الحره على طول سريعه، ضربه المرمى وضربه، ذكريات جميله على مر التاريخ تستعدها بورسعيد بهذه اللحظات الجميله والتفاف جماهير بورسعيد مع الفريق، اوفسايد، تسلل على رقم، كل لعيب يبتدي يتحاسب على الباص الغلط اللي ملوش لازمه، اسلام عيسى الى جريندو، تاني جريندو ممكن ياخد ضربه جزاء، حكم اللقاء ايه؟ لا يا جريندو، واضحه قوي، الدنيا هتتغير والدنيا هتتحول، ادي الضربه الحره جامده قوي، كوفي حارس المرمى يمسك على طول، يا سلام يا كوفي، والتيك اوف بتاع كوفي الجميل، حاول النادي المصري يواجه بها فريق قوي جدا على ملعبه، احمد شكري سريعه، يا احمد يا جمعه لو لمست، مش معقول حارس المرمى بيخبط نفسه في اللاعبين ويقع، مش معقول، الى رقم 5 صاحب الهدفين ايمومو، شيب امامي، اوفسايد ولا ايه، والهدف الثالث لعبه على التسلل وينجح ماكوسو جيان في احراز الهدف الثالث لفريق فيتا كلوب، ويقرب فريقه اكثر واكثر من المباراه النهائيه،
فريق على ملعبه يقدم دائما كل ما هو جيد. لاحظوا برضو الخروج الغلط. يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا محمد يا شحاتة يا شطة. برضو هو شط برضو هو شط اللي مغطي التسلل وطالع متأخر. وأحمد مسعود حاول، ولكن هداف من هداف البطولة كلها جيان ماكوسو يرفع رصيده ل 14.